يلا مروان تعالى. مهلا. جميلة. يلا مروان. يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيلها. مش هتشيل؟ مش هنشيل عادي بقى. وختام اتنادي يا ابراهيم. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت بتعمل، انت معيش وش هايس ويت. بديك فرصه. هنطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فانت كمان لعلمك مش حلو اللي بتعمله ده، عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. امشي لي القرف ده من هنا يا. شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا. هو مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا. لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجه. عشان ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ احنا فينا من كده ولا ايه؟ في كده كمان. وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك يا هيما. شرف يا نهار اسود. شرف. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفة طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت، وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل. مرتبي على مرتب منو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخلص يا هو. الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا اخلص يا. انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام. وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما ياكلش معانا، عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي. لا سينما. لا بحبك. لا انا دمي حامي شطة مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا. الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافندي اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مات. مش جدي مات وانت حضرت عزا؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزا يا استاذ ابراهيم. يا بيبا خلاص. احنا بالصلاة على النبي كده نقرا الفاتحة قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانية واحدة بس يا أستاذ إبراهيم، هو حضرتك ليه محسسني إن رؤوف غلط مع الأخت؟ غلط مني مع. أنت بتقول إيه هذا؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى مروان. بس يا مروان أما الرجالة تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا إبراهيم أجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر بس نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. يلا طب نكمل الفتح. يلا يلا عارفين يا يلا هعمل معاك الصح. صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فيني حاجه. مناشوه. مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم. بيه مناشوه. بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. رؤوف بالظبط. استاذ رؤوف النار. زلط يا بنت. عايز اقول لك انا كلامي بالظبط. يا نصر حبيب.
انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال، شوف الشقه اللي فوق. يا جدع انا ابراهيم اخو منار خطيبتك، احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح انت، سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي، سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جات شيء الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ اه مطبخ صار. ايوه كده، لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي، احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معايا موسى وعايز مكنة. اوعى باين، اوعى باين لو سمحت، لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي فيه ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها وقشف بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي، مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش بتصدقني؟ اه انا مصدقك يا باين، انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم، الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر باين. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر باين. اتفقنا؟ اه مراتي اقفل دي بس. صباح يا صباح. صح عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. قط النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنمدد. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، من المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قوم يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخو بايم. فوريه. وحدك بتشتغل ايه؟ يقدر قولي لي يا دار راحهم فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه يا حبيبتي؟ اشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيتي يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شير رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس، حكيت معايا هديك 100 قلم. هو على ايه؟ انا اذنك. اهو جيسة بقعد بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجة يا بيب. ايه؟ مش مشكلة، خد ساقعة البيرة دي. لا انا بحب اشربها سخنة عشان بتفكرني بالشوربة. بعشق دماغك. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا لولا انها مراته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا ميادة، خش خد راحتك على الاخر. بس دي ايه ده؟ ايه ده؟ مسا مسا روف. مسا النور يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظة اقول لك مسا مسا رؤوف، تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واطت؟ مسا مسا يا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. انت عايز خد البيره دي ساقعه، اعملي معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بتقول ايه؟ مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا يا رؤوف. مسا مسا يا رؤوف. تعالى يا هاني. خد يا حبيبتي، اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا يا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبين. هات سقعة على كبير، هات سقعة على كبير. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقول يا لا بقول مسا مسا يا أبين. مسا مسا مدام.
على الفرح. صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين، انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا عشان انت مش فيه. يعني ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو. اوف استني، ناقص ودي نمه من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال، يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خوجو الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك قلقان ليه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف اسف. امنا طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. تيتا ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا، كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. حضرتك قول لي يا ولد. هو موتت. مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين يعني الدنيا حو وكلاب. لو تقامت لو تقامت. نورتي بس يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. هل عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها؟